أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت مرتفعا بنسبة 0.10% عند مستوى 8523 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 45 مليون دينارا. وجاء سهم شركة مشاريع الكويت القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.32% يغلق عند 0.14 دينار. تلا سهم ميزان القابضة بنسبة 1.95% ليغلق عند 0.36 دينار. تلا سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بنسبة 1.76% يغلق عند دينار فاصل 27. بينما تصدر سهم شركة بنك الخليج قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 1.17% ليغلق عند 0.33 دينار.